مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نحكي شوي عن أجواء العيد الكبير بفانكوفر ونزور منطقة اسمها هاريسون بشرق المدينة. بتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. من كم يوم انعزمت على افتتاح مطعم عربي بالداون تاون. المطعم اسمه مرحبا وهو على الدايف ستريت. بصراحة منطقة الداون تاون ناقصها كتير مطاعم عربية. عاملين حفل افتتاح وان شاء الله الله يوفقهم بهالمشروع. هالعيد ما بعرف ليش ما استأجروا الملعب الكبير، فالجوامع القليلة الموجودة كتير زحمة. لونا مصرة تدخل على الجامع، فرح نستنى العالم لحتى تطلع لحتى تقدر تدخل. هذا جامع السلام ببرنابي يلي هو من أكبر الجوامع بمنطقة فانكوفر. في شوية أجواء عيد، بس بصراحة العيد الصغير كانت الأجواء أحلى كتير بالملعب، بس الأولاد يلي هون حولوا الجامع لملعب. لونا هلأ كمل العيد عندها لأنه في عالم عم توزع سكاكين. أحلى شي إنه هدول مفكرينهم إنه عم يحتفلوا بشي مناسبة، طلعت مظاهرة ضد الاعتقالات بالصين. قولونا لهلا مفكرتهم عم يحتفلوا بالعيد. زرنا من قبل منطقة هاريسون بس كانت الدنيا شتاء، فهلا رح نشوفها بالصيف. الهاريسون ليك بتبعد بحدود 120 كيلومتر عن فانكوفر باتجاه الشرق. المنطقة مشهورة بانه فيها ينابيع مي سخنة، ولهيك كانت منطقة استجمام حتى قبل ما يجوا الأوروبيين على المنطقة. هذا الشارع الرئيسي بالقرية، وهلا عم نمشي على الكورنيش. هذا الكورنيش اللي على طرف اللاجون، ومن كتر ما في زحمة ما قدرنا نشوف محل غير على طرف الكورنيش. لونا عم تتعلم على البايك. القرية سكانها بحدود 1500 نسمة، ونسبة كبيرة منهم الكبار بالعمر، وإجمالا تعد من المناطق اللي بتقاعدوا فيها الكنديين. عاملين هون سوق للمنتجات اليدوية، بس أحلى شغلة إنه كل اللي عم يبيعوا فيه هن كبار بالعمر. في بالمنطقة شوية أوتيلات ومطاعم، بس النسبة الأكبر من البيوت هي للمتقاعدين. طلعوا هون عاملين حفلة، وشوفوا كيف كل يلي حضرانين من الكبار بالعمر. حقيقي هي أكثر منطقة بشوف فيها كبار بالعمر بكندا، وبتحسوا حتى الأصغر بالعمر جايين زيارة عند هدول الكبار. رح نطير الدرون لحتى يخلصوا عزف. على طرف البحيرة في لاجون صغير، المي فيها مالة غميقة وبتناسب أكثر للسباحة للولاد. المنطقة انشهرت لما بنت سكة القطار، لأنه عملوا فيها محطة لحتى الركاب يستريحوا قبل ما يوصلوا على فانكوفر. هاي الخريطة لمسارات الهايكينج والمناطق يلي فيها آثار للسكان الأصليين.
المنطقة تسميت على اسم بنجامين هاريسون يلي كان رئيس شركة الهاتسون باي يلي كانت مسيطرة على تجارة الفرو بالمنطقة. الوزات هون شرسين، لونا ما بتقدر تقرب منهم. في مسار حوالين البركة الصغيرة يلي على طرف البحيرة. طلعوا كل هدول منزلين القوارب تبعهم بالبحيرة اليوم. الهاريسون ليك عرضها بس من 2 ل 3 كيلومتر بس طولها 60 كيلومتر، وإذا بتمشوا على طرفها بتلاقوا منطقة بس مخصصة للبيكنيك. في جزيرة صغيرة قريبة من هون القوارب عم تروح عليها، اسمها جزيرة الصدى. اليوم هوايات باردة فما في كتير عالم عم تطلع. رح نطير هلأ الدرون لحتى نشوف المنطقة من فوق. في كتير مسارات هايكينج حوالين البحيرة، بس المشكلة انه في حشرات كتير اليوم ومو جايبين بخاخ تبع الحشرات. الغابات هون كتير حلوة مثل كتير من مناطق بريتش كولومبيا. اظن لازم نرجع لانه الحشرات بلشوا ياكلونا. هذا الشارع كتير حلو مباشرة على طرف البحيرة. هذا الوقت هو الموسم الذهبي للموتورات. قريب من هاريسون في ضيعة صغيرة اسمها أجاسس، كان فيها المحطة القديمة للقطار. القرية صغيرة ما فيها شغلات كتير تنشاف، بس لساتها محافظة على طابع الغرب الأمريكي. وعلى الطرف الثاني من الأوتوستراد في شلال كتير حلو اسمه بريدل فولز. الشلال بتقدروا تشوفوه من الاوتوستراد اللي بيوصل على فانكوفر. تقريبا بدكم ربع ساعة هايكينج لحتى توصلوا للشلال. ما شاء الله الشلال كتير حلو من قريب، مع انه حاطين انه طلعة خطرة بس العالم كلها عم تطلع لفوق. رح نطير الدرون لحتى نقدر نشوف الشلال كامل. فعلا طلعت تستاهل، المناظر كتير حلوة هنا. الشلال ارتفاعه اكثر من 120 متر بس بيصير على درجات، فما بتقدروا تشوفوا الا الاجزاء الصغيرة منه. هيك بتكون خلصت رحلتنا لليوم، كل عام وانتم بخير. بتمنى يكون عجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.